أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عن ظاهرة حيرت العلماء ولغز تعددت أسبابه. فيديو اليوم عن ظاهرة انتحار الحيتان. فتلك الظاهرة ليست مرتبطة بمكان محدد أو مقتصرة على دولة معينة، وتكرارها ما جعل العلماء يبحثون عن طبيعة وأسباب نفوق هذه الكائنات الضخمة. إذن فما المقصود بظاهرة انتحار الحيتان؟ تلك الظاهرة تعني أن الحوت يقوم بدفع وإلقاء نفسه على الشاطئ بعيداً عن المياه، ويعتقد العلماء أن الحيتان ربما هي من تختار لنفسها ذلك المصير رغم صعوبته عليها. فبعد اندفاعها نحو اليابسة غالباً ما تموت الحيتان من الجفاف. فنظراً لحجمها الضخم وعدم قدرتها على التنفس لفترة قصيرة يؤدي ذلك إلى فشل أعضائها الداخلية، فتكون النتيجة المتوقعة هي الموت المحقق بعد العذاب بسبب صعوبة إنقاذها من الجفاف. ولكن ما هي الأسباب التي تدفع الحيتان للانتحار والجنوح بنفسها إلى اليابسة أو إلى المياه الضحلة؟ حالات انتحار الحيتان قد تكون فردية، ولعل أسبابها هو التحول الجيني أو التعرض للمرض نتيجة الإصابة في محاولة صيدها، أو التعرض للطفيليات أو الإصابة بجروح بسبب المفترسين لها، كما أنه يمكن أن يلعب التقدم في السن والشيخوخة دورا في ذلك. وقد تكون ظاهرة الانتحار لمجموعة من الحيتان، ولعل أهم الأسباب التي تفسر الانتحار الجماعي للحيتان أن مجموعة من الحيتان قد تتجه نحو الشاطئ عند تلقيها نداء استغاثة من حوت علق عند الشاطئ. فتجد نفسها هي الأخرى علقت بالخطأ ولا تتمكن من العودة إلى الماء. أو قد يرجع السبب الذي يجعل مجموعة من الحيتان تسبح اتجاه المياه الضحلة هو محاولتها للحاق بفريستها أو محاولتها الهروب من مفترس. وهناك أيضاً أسباب متعلقة بالطبيعة وراء ظاهرة انتحار الحيتان، ومنها سوء التغذية الذي يساهم في العجز الطبيعي للحيتان وجعلها مريضة وتفتقد حس المكان، مما يدفعها إلى مناطق المياه الضحلة للراحة بسبب عدم قدرتها على مقاومة التيارات الشديدة. كما أن تغيرات المناخ تلعب دوراً هاماً أيضاً، مثل ذوبان الجليد والتغيرات التي تحدث في المد والجزر قد يدفع الحيتان إلى مناطق غير معروفة بالنسبة لها. وأيضاً تلوث الماء وظاهرة المد الأحمر، وهي ظاهرة تزايد نمو نوع من الطحالب تنتج السموم في الماء، قد يكونان سبب في ظاهرة جنوح الحيتان نحو الشاطئ.
وكذلك النشاط الزلزالي تحت الماء وشذوذ المجال المغناطيسي قد يكون لهما دور في ظاهرة جنوح الحيتان نحو الشاطئ. فرصة مساعدة الحوت وإنقاذ حياته بعد الجنوح إلى الشاطئ قد تكون منخفضة جدا بسبب تراكم السموم الناتجة من الدورة الدموية وتنفسه للهواء، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارته بسبب كمية الدهون داخله. فيجب وضع الحوت بشكل مستقيم لمنع دخول الماء إلى فتحة النفخ وتغطيته لمنع تعرضه لحروق الشمس. وفي الختام، إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وضغط إعجاب للفيديو ومشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو جديد.